كما ذكرت هولير، منذ مساء يوم أمس ولغاية اليوم هذا التصعيد التركي لم يتوقف، والأهداف هي كالعادة هي مناطق مأهولة بالسكان، منشآت حيوية، بنى تحتية، مراكز خدمية وصحية. مثلا في القامشلي تم استهداف مركز طبي، تم استهداف مركز للصوامع، تم استهداف مركز لقوى الأمن الداخلي واللي هم مسؤولين لضبط الأمن والاستقرار داخل المدن. تم استهداف أيضا مثلا في عمودة تم استهداف محطة للكهرباء، وبالمناسبة هذه المحطة تم إصلاحها يوم أمس، ولكن الاحتلال التركي قام بقصف المحطة. تم استهداف أيضا مثلا في كوباني تم استهداف مركز المدينة عدة مرات مما أدى لانقطاع الكهرباء عن كامل المدينة. تم استهداف مثلا تلتمر، قرى في بريف تلتمر، تم استهداف قرى أو تم استهداف تل رفعت، وفقد هناك مدنيان لحياتهما بينهم طفل، وفي جرحى أيضا. تم استهداف أيضا قرى بريف منبج كما ذكرتي، على طول الحدود مع تركيا تم استهداف كل هذه المناطق بشكل تصعيدي كبير. ليس جديد استهداف تركيا للبنى التحتية والمنشآت الحيوية. أيضا تم استهداف بالمناسبة مركز أو محطة الطاقة في المالكية في ديريك، فقد 8 عمال لحياتهم وكان في هناك تقريبا 16 جريحا. الحصيلة النهائية بحسب بيان لقوات سوريا الديمقراطية إلى الآن تقريبا في 12 من المدنيين فقدوا حياتهم و25 من الجرحى. أيضا في البيان جاء بأنه في 42 مؤسسة خدمية تم استهدافها من قبل الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة لها. بالمحصلة كان في ردود أفعال تدين هذه الاعتداءات المتكررة. السنوات الماضية تكررت هذه الاعتداءات، كان القصد منها هو قتل الحياة في مناطق شمال وشرق سوريا، بما أنه يتم استهداف المنشآت الحيوية، البنى الخدمية. يعني حتى مثلا اليوم كان في استهداف لفرن آلي أو فرن سياحي يؤمن الخبز للناس. يعني تصوري مثلا في ساعات الصباح الأولى يكون هناك السكان يذهبون إلى الأفران للحصول على مخصصاتهم من الخبز، ولكن يتم استهداف حتى الأفران. هذا يعني آخر ما تم استهدافه، وأيضا كما قلنا في إدانات وتشجيب لهذا القصف المتكرر، واللي يعني كان على مدار سنوات بال 22 بال 2022 2023 2024، ومحاولة خلق أكبر قدر ممكن من الأضرار في هذه المنشآت، لمحاولة التضييق على السكان، لمحاولة إفراغ المنطقة من السكان. ولكن اليوم عندما تابعنا حركة الشارع في الصباح كان في قلق، كان في مخاوف من قبل السكان بسبب هذا التصعيد التركي، لكن بنفس الوقت كان في تحدي لهذه التهديدات التركية بأنه السكان سيزاولون أعمالهم، رغم بأنه يعني في مخاوف في قلق، ولكن هم مصرون للبقاء في بيوتهم، البقاء على أرضهم. طيب آلي لاف، يعني شعوب إقليم شمال وشرق سوريا كيف تقرأ ردودهم؟ أنت ذكرتي بأنهم متمسكين بالأرض، إذن هم من يحملون مسؤولية هذه الاستهدافات التركية المتكررة على مدار هذه الأعوام، يعني على أراضيهم وعلى ممتلكاتهم الخاصة، وبطبيعة الحال على المنشآت الخدمية التي يستفادون منها في صيرورة حياتهم اليومية؟ يعني كما ذكرتي تم قصف فرن ومحطة للطاقة وأيضا للكهرباء، إذن كيف تقرأ ردود أفعالهم، ومن يتحمل المسؤولية؟ يعني هم ماذا يقولون، من يحملون المسؤولية؟ طيب دعني أستعرض بعض ردود الأفعال على مستوى شخصيات ومستوى أحزاب وعلى مستوى بيان الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا. ودعيني أبدأ، منذ أمس كان في منشور لقائد قوات سوريا الديمقراطية جنرال مظلوم عبدي على منصة إكس، ذكر بأنه ما تقوم به تركيا من قصف متكرر، تصعيد غير مبرر، يعد جريمة حرب، وبأنه المنطقة مرارا وتكرارا دعت إلى الحوار، دعت إلى السلام، ولكن ما تقابله تركيا هو قصف المناطق وقصف المدنيين. يعني بالنهاية من هي تقصف؟ هي تقصف المدنيين، تقصف المنشآت الحيوية، البنى التحتية. أيضا يعني ذكر الجنرال مظلوم عبدي أنه بالنهاية لا خيار اليوم أمام المنطقة وأمام القوات سوريا الديمقراطية إلا الدفاع عن الشعب المنطقة وعن الأرض وعن الشعب. أيضا على مستوى بيان الإدارة الذاتية، بيان الإدارة الذاتية استنكر وأدان هذا القصف، وصفه بالوحشي وبأنه جريمة حرب.
وبأنه في حين تركيا كان في حديث أنه تركيا تدعو إلى السلام مع الكرد، ولكن جاء هذا التصعيد من قبل تركيا، وهذا ينافي النوايا التركية ويناقض كل ما تتحدث به تركيا عن السلام. وحملت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا المجتمع الدولي، طالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، وأيضا طالب التحالف الدولي وروسيا كونها تعد ضامن. يعني حتى هذه الكلمة باتت فضفاضة أو باتت مملة خلال حديثنا المستمر خلال سنوات حول ما يجري بمناطق شمال وشرق سوريا. طالبت اليوم كل الأطراف المتدخلة بالشان السوري بالالتزام بمسؤولياتها، خاصة التحالف وروسيا، لضبط الأجواء، ووصفت بأنه يتم التعامل بإزدواجية مع مناطق شمال وشرق سوريا، في حين هذه المنطقة قدمت ما قدمت من تضحيات عديدة لا في سبيل مكافحة الإرهاب، وما زالت تكافح الإرهاب إلى الآن. من بعض التداعيات ما يتحدث به اليوم المراقبون على الأرض في مخاوف من استغلال اليوم تنظيم داعش الإرهابي هذه الضربات لخلق حالة أو المزيد من الفوضى أو عدم الاستقرار في المنطقة، استغلال هذه الحالة. ولكن يعني كما قلنا مثلا الجنرال مدروم عبد قال بأن القوات جاهزة للدفاع عن الشعب وعن الأرض. أيضا كان في هناك أحزاب أدانت وشجبت واستنكرت هذا القصف، وطالبت المجتمع الدولي بالالتزام بمسؤولياته ومنع تركيا من هذه الجرائم غير المبررة اللي هي عشوائية تضرب في كل مكان وملقية بعرض الحائط كل يعني القوانين الدولية بخصوص ما يتعلق بجرائم الحرب. يعني هذه كانت أبرز ردود الأفعال حول ما يجري من تصعيد لغاية اليوم. نعم ليلاف، أشكرك جزيل الشكر على جميع هذه الإيضاحات. ليلاف قدشو مفادة قناة اليوم، كنت معنا من شمال شرق سوريا.